سلام عاطر وله أريج من الأعماق يعبق ياسمينا. سلام الله نهديه إليكم مع الإشفاق ممزوجا حنينا. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة رئيس القسم الدكتور خلدون بني هاني الأكرم، أساتذتنا دكاترة قسم الهندسة المدنية، زملائي الطلبة، أيها الحفل الكريم، نفتتح حفلنا هذا بخير الكلام وأحسن، وتطمئن قلوبنا بذكر الله، ونشرف أسماعنا بآيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الطالب قصي مراشد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. صدق الله العظيم. لن يثقل الأعمال إلا مخلص متبسم متفائل سباق. نحن التطور والتطوع دربنا للخير تأخذنا لدى الأشواق. نحن الذين تكاتفوا وتعاونوا وبعزمهم معنا التميز فاقوا. قيل عنه كلمات كثار، فمنها القوي ومنها الخارق. حصد محبة الله قسمه له، محب لقسمه وطلابه، ويسعى دائما لخدمتهم. تميز بشهادته الزرقاء. عرفت منه؟ رحبوا معي لمقدم الحفل الثاني ممثل القسم الزميل محمد أبو الحج. دائما فشلنا. أنا بالله جد. أمامك. أنا بالله جد بكل كلمة أنت ستعندها. أوه يلا. أنا بالله جد.
بدنا هيك كل واحد يعني مع نفسه يدعو دعوه صادقه لفقيد قسم الهندسه المدنيه دكتور فؤاد الرايد. اوكي؟ وان شاء الله ربنا يرحمه وان شاء الله بتكون يعني تدريسه لنا في هذا القسم شفيع له يوم القيامه. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد. سيدنا محمد وعلى صحبه الطيبين الطاهرين وبعد. تتوقف العبارات وتعجز الكلمات عن ترجمة ما تفنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الصرح العظيم ورجاله العظماء قسم الهندسة المدنية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. نحتفي بمنجزاتنا ومفاخرنا التي حققها رجال هذا القسم المبارك والذين لم يكنوا جهدا في هذه المسيرة لهذا الصرح المبارك على مدى الأعوام.
شهدنا فيه المفاخر والإنجازات، ونهديكم في هذا اليوم عطور المسك والصفاء وأزهار المحبة والوفاء من حدائق صرحنا المعطاء. أتيتم اليوم لتشاركونا ولتروا حصاد حفلنا المبارك، وما آلت إلي فشكر الله حضوركم واستجابتكم دعوتنا، وسدد الله على طريق الخير خطاكم وخطانا. كلمة راعي الحفل الدكتور خلدون بني هاني فليتفضل مشكورا. بداية بحب ارحب فيكم جميعا طلاب قسم الهندسة المدنية. قسم الهندسة المدنية قسم عريق، قسم مميز، قسم نفتخر جميعا ان احنا اعضاء في هذا القسم، وانتم ان شاء الله ستفتخرون قريبا انكم خريجين هذا القسم. قسم الهندسة المدنية قسم مميز باعداده وبكفاءاته سواء على مستوى الطلبة ومستوى اعضاء التدريس. ولم يأل الزملاء أعضاء التدريس والموظفين في القسم بتقديم الخدمات وتقديم جميع ما يتطلب لإنجاح مسيرة هذا القسم ولم يقصروا في شيء، ودائما نحن موجودين هنا في خدمتكم. قسم الهندسة المدنية الآن يسعى دائما للتميز، وآخر تميز كان له إن شاء الله نوفق فيه إن شاء الله قريبا هو الاعتماد الأمريكي، ونحن قريبا يعني قدمنا للحصول على اعتماد الايبت اللي هو الاعتماد الامريكي، وكانت النتائج مبشره جدا جدا، والحمد لله نتوقع قريبا في نهايه السنه يكون في نتائج يعني تبسطكم جميعا ان شاء الله. وهذا النجاح اذا ان شاء الله حصلناه سيكون نجاح للجميع، للقسم بعطائي التدريسية وبطلابي، وحيكون إن شاء الله فائدة للطلبة في المستقبل في أي مجال يعني في أي مجال يخرجوا إليه ويقدموا أنفسهم بأنهم من هذا القسم. قسم الهندسة المدنية يزخر سابقا ولاحقا إن شاء الله، يزخر في كفاءات خريجة متميزة موجودة في جميع بقاع الأرض، صدقا جميع بقاع الارض، ليس فقط في الاردن ولا في الخليج ولا حتى في كل في امريكا تجد بعض المميزين، في اوروبا، في الخليج، في المنطقه العربيه. فاحنا نصدر كفاءات والحمد لله نصدر كفاءات متميزه في قسم السودانيه. كما قلت في البدايه لا اريد ان اطيل عليكم، ولا اريد ان اكون يعني الحفله تاعكم حفله ترفيهيه وحفله غير ممله ان شاء الله تكون، ولكن في هذه اللحظات دعونا نستذكر سويا ذكرى الراحل العزيز على قلوبنا الأستاذ دكتور فؤاد غرايدي، وندعو له جميعا بالمغفرة والرحمة، وأن يلهم أهله وأهله بالصبر والسلوان، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يكون عمله في هذا القسم في ميزان حسناته إن شاء الله. وأدعو لكم بهذه الحفلة جاء تكون حفلة مميزة ممتعة، ونفس اللحظة تنسوش إنه هذا حركة لامنهجية وحفلة لامنهجية، وكذلك أنتم طلبة في الآخر، فتركيزكم الأول والآخر كلام بحكيها بيزعلكم شوية، بس تركيزكم الأول والآخر أنتم طلبة أكاديميين، وظيفتكم الطلبة الدراسة والتحصيل العلمي، ولا أنكر عليكم هذه الحفلة، ولكن توازنوا وازنوا بين الطرفين، وجزاكم الله خير وشكرا لكم. لكل فن دولة ورجال، وكما للخيول فرسان كذلك للأقلام فرسان، وللحروف سلاطين وللكلمات ملوك، امتاز بقوة المعاني وإيصالها للمتلقي والسامع دون تكلف في اللفظ والمعنى، امتاز شعره بالبساطة والتكامل باستهداف المعنى الحقيقي والجمال، بث شعره بهالة من الوجد البهي في سهل كلماته الممتعة، شعر فكاهي من دفعة 2014 والطالب منير كسر. يتبعني إني وجدت غراما لا انتهاء له، ما كنت أدفعه بل كان يدفعني، يا ذرة الكون يا تكنو ويا عطشا إلى المعارف يرويني ويشربني، يا ذرة في درار العلم شامخة وليس غيرك يغنيني ويقنعني. الناس تحلم في التكنو بهندسة، لكن أفضل ما في أهلها المدني. الناس تحلم في التكنو بهندسة،
لكن أفضل ما في أهلها المدني فيها الصبايا كأن الله صيرها حور الجنان وحلاها لتدفعها. فيها الصبايا كأن الله صيرها حور الجنان وحلاها لتتبعني تبقين يا راية الأحباب يا مدني خفاقة والقوافي حيث تكتبني. هذا تخصصنا الأحلى به سمعت كل الوظائف في مستقبل الزمن كم ألف قطاعة فينا وكم علم فيه البراعة تبني أروع المدن وكم بنا من زميل قال لي أسفا إن النتائج بالأرقام تصفعني تقول لي يا أيها المخلوق من قلق يا من هجرت كتابي بل وضيعني ارجع لنفسك واعلم أن حكمتها إن لم تكن في ذئاب القوم لن تكوني. ارجع لنفسك واعلم أن حكمتها إن لم تكن في ذئاب القوم لن تكوني. فالمدني ليس طوبرتي وتعرفه كل البلاد ويبني شامخا وطني. يا صحب يا صحب يا أروع الأصحاب في زمني دمتم كبارا ودام العز للمدني صراحة يعني بما انه مين سر الاتحاد. طيب يا جماعة اول شيء هسه نطلع بهاشتاج على الفيسبوك شبابنا راح يبدأوا فيه سيفيليان شو هاشتاج سيفيليان شو. فاللي بحب يشارك معنا بهذا الهاشتاج مش غلط ينتشر على جروباتنا. طيب هسه بدنا نحكي لكم عن شخص قلد اكثر من 60 شخصية مشهورة امتاز بقوة في الالقاء والارتجال بالحديث دون الترتيب خفيف الظل وقصير القامة. رحبوا معي بالكوميديان سعيد المغربي من جامعة اليمن. ما شاء الله. مرحبا يعطيك العافية أول شيء. أنا سعيد المغربي من جامعة اليرموك وحولت جديد على تكنو هندسة. كذاب. زي ما بتعرفوا إنه كل بداية فصل في تسجيل فنصحوني أروح على الفريلا بما إنه أسرع نت فيه زي أسرع من 4 جوال اللي إجوا في مدريد امبارح. وأنا بالطريق لقيت شخصيات مشهورة كثير فطنشت وبدي ألحق أسجل تفت حاولت أسجل ولا لقيت قبالي واحد اسمه روف فليف قلت له بدي أسجل وقعدت أحكي له عن معاناة التسجيل قال لي بشكر لك يا ضيف كان مع سيد المغربي سوف نشرح لك ماذا سيحل بلك بالتسجيل. نعم في محاولة التسجيل في بداية أول 5 دقائق يحدث ايرور ويطلب رئيس ممثل القسم محمد ابو ريجه تنفيذ ماده حره مباشره. هل ممكن سعيد المغربي التسجيل ممكن يسجل اول 3 ساعات في اول 6 دقائق من بدايه التسجيل. طبعا سجلت كل شيء وانا طالع لقيت واحد ثالث اسمه فارس عوض بقول له شو صار معك؟ قلت له والله سجلت 18 ساعة صار في زهيب قال لي مستحيل هذا لا يحدث كل يوم لا يحدث في كل موسم. طبعا بعد التسجيل قعدنا هيك دراسة ومدرسة جو دراسة في واحد اسمه فيصل القاسم كان قاعد معنا فصار فينا قال شباب بقول لكم شغلة ماذا قدمنا للفيس كي يحترمنا ويحسب لنا حسابا. أنا نقع في مؤخرة الكليات مشاركة وعلامة وامتحانات ألسنا عالة على التكنو. طيب هسا فتنا على الامتحان بلشنا امتحانات الفيرس فتنا في واحد وأنا بالامتحان جنبي قاعد بزق فيي طنشته فراح سأل الدكتور بقول له لو سمحت يا مستر الدكتور دكتور واحد دكتور واحد غنينا ولا ثلاثة. فقال الدكتور طلع ورحت طلع عشان واحد ثاني قال لي
العمليه قال له بطلعك برا قال له بره بره حتى طلعنا من الكومبو طبعا خلصت امتحان وطلعت لقيت شخصيتين سكان قاعده هامور كمان اول واحد سالته قلت له شو عملت في الامتحان وقال لي والله انا ما بعرف ربما لاني لسه هذا ما تيجي ربما لاني لا ادري ما ماده الامتحان ولم ندرس ولم نطلع حتى اسال زميلي وجاري في قاعده هامور اسمه شفيق يا خبر يا بسيط طبعا انا رحت عند الدكتور عشان اتواصل اني مشي لي الماده ينجحني فيها فسمعت صوت غريب واحد فرنسي شو بحكي للدكتور بدي طلاب الهندسه المدنيه فوتوا ببعضهم بدي ولا واحد ينجح من طلاب الهندسه المدنيه طبعا هذا الكوماندون اللي باب الحاره فقال له بدي طلاب السكن بالسكن يفوتوا ببعضهم احنا ما بنتعامل مع طلاب المدني سكة سوق لبطوخ فالدكتور تبرك نصيحته وفات على الطلاب قال امتحان السكن بعد اسبوع من هسا الطالب قال له امتحان السكن بعد اسبوع لك شو هي امتحان السكن بعد اسبوع طيب هسا اجى امتحان السكن فتت فيه طبعا طبعا ولا فاهم ايش زي الفيرس فنفس في شب ثاني قاعد بنقص فيه بقول لي والله يا سيد المغربي هالامتحانات مو زي امتحانات زمان والله ايام زمان كانت العلامات بالكريك تشيل وتعبي بالعلامات هلا ما في بركه بطلنا بدنا نمتحن يا اخوي والله ما بدنا نمتحن طبعا طلعت من الامتحان طاب كالعادة فلقيت واحد ماسك فرومبا وقاعد بخط زي هيك فبقول له مرحبا شو تسوي شو كيف عملت الامتحان؟ يا عم الامتحان هذا لك شو انا الامتحان ولا مو امتحان لك شو ايش بقول لك ايش ايش بقول لك استدمي ولا مو امتحان انا بدي الامتحان بدي الامتحان تطبع على ابو التعليم ابو زيد طبعا الكل هسا استنى بالعلامات كله طلع طابل واجا واحد من تاون ناتشن جيوغرافيك الغبي شو حكى؟ هنا طبعا بعد الامتحان خرج الجميع طابلون الى طالب واحد يحمل الرقم الجمعي 2013 20 23 20 64 وهذا الطالب هو محي الدين حجازي ببلش تسجيل من جديد ببلش معانا مرة ثانية بنفس الشخصيات وشكرا شاب أنيق ترارع منذ الصغر في أقوى مراكز تدريب على ألعاب التريماتش من مقولاته التريماتش is my playstation التريماتش لعبتي يقال أنه مسؤول فريق سيفيليان تيم السابق كما ان له من المؤلفات الكثيره والكثير والاكثر من هيك انه تحدى بان تقوموا باسمه لاعب رحبوا معي بالقنبله من دفعه 2012 محمد ابو هيفا طيب كيف الاستماع؟
كم بعد دعاء يهدي حق السكر؟ أحب أهلي قبل السكر لدكتور أمير الهي لما رواح أقول شو يهدي جو جدة زي جو جيزان بنت واحد يهدي خمس مرات فكروا فيها كما تفعلين جو جدة زي جو جيزان ثلاثة أربعة خمسة ستة
كم كان؟ 10 طيب ممكن تعمل لي كتاب خزر الوان؟ 5 كم مال زي خزر الوان؟ أي مكان مقدر وصفر؟ أي مكان نفس اللي كنا نعمله مع الدكتور خلدون 2 3 4 5 6 7 8 9 10 طيب بدي سام قول لي وقف وين بدك؟ يا بس هون؟ هون اكيد ولا كمل؟ لا بس ايش طلع الكف؟ ثلاث السومي ثلاث طيب بدي اسحب ثاني كروب بين الدكتور ماجد واحطهم مع الدكتور خضر شلون؟ هاي واحد هاي جبت الدكتور خضر هاي الثاني هاي جبت الدكتور خضر ثالث ما بتجيب بتاخذ وراك ما هو اللي عم بتجمع الدكتور ماجد بتحكي المفروض انه كانت اصعب من الاسئله تبعت الدكتور. يلا يعطيكم العافيه. بس خلي الاضاءه هون شوي. هيك كويس بالاول؟ ممتاز. هيك كويس؟ ممتاز. شايفين بدنا نشوف. هيك كويس. شايفين. كل واحد حياته كان في كلمه. أنا واحد من أحلامي كان إني أطير. بس اللي قابلته من الناس إنه الكل قاعد يضحك علي يعني حاولت أول كابتن حاولت أوصل إليه إلى مراحل البعيد. دخلت وصلت لمرحلة إني خليت حلمي في أشياء حوالي. وهذا اللي صار معي. بين أفياء حديقتنا وشذا أزهارها الفواحة بعد أن طوفنا فيها سويا فرأينا ما يعجب العين ويطرب الفؤاد وإنه لا يعز علينا فراقكم بعد اجتماع والبرج بعد لقاء يا من يعز علينا أن نفارقهم
وجداننا كل شيء بعدكم عدم، ولا يسعنا احبابنا الكرام في هذا الا ان ندعو الله لنا ولكم بالتوفيق والنجاح، وسلام الله على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولاخر لحظه اصنع معروفا واغرس فكرا، لا تيأس فالخير بنا فطرة، الله استعمرنا والأرض غدا تشهد، فحصاد اليوم غراس الأمس وغرس اليوم غدا يحصد. لا لا لم نخلق عبثا حاشانا، بل لنعمرها دنيانا، لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل.